مرحبا بكم متابعينا على مواقع التواصل الاجتماعي في أهم الأخبار في دقيقة. في أخبارنا السياسية، دوت صفارات الإنذار من جديد في الجانب الإسرائيلي تحديدا في كريات شمونة والمطلة بعد تنفيذ الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات جديدة استهدفت ريف دمشق، ولم يتضح حتى هذه اللحظة ما هي المواقع التي استهدفها الطيران الإسرائيلي. من جهتها أعلنت دمشق تصدي مضاداتها لغارات جديدة. مجلس الأمن الدولي يدرس مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار لمدة 30 يوما في سوريا للسماح بتسليم مساعدات إنسانية. الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يدعو رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن إلى قمة في بيونغ يانغ، معربا عن استعداده للقاء مون في أقرب وقت ممكن. في أخبارنا المنوعة، جوجل تستعد للانطلاق في مجال الألعاب الإلكترونية والكشف عن منصاتها الخاصة. زيادة كبيرة في بلاغات الاعتداءات الجنسية في الأكاديمية العسكرية الأمريكية في ويست بوينت خلال العام الأكاديمي الماضي.